بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ملاحظة هامة قد يتصور من قبل الناس بسبب اختلاف التفاسير، تصور غير واقعي عن كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك كتب تحلل القرآن الكريم تحليلا نحويا وتحليلا صرفيا، موسوعات، كتب مختصرة، كلمة كلمة من الآيات القرآنية، هذه الكلمة ما هي؟ مبتدأ، خبر، فعل، فاعل، صفة، موصوف، تحليل نحوي للقرآن الكريم، تحليل صرفي للقرآن الكريم. مادة هذه الكلمة النحو علم يهتم بأواخر الكلمات العربية، الصرف علم يهتم بمادة الكلمات العربية إن صح التعبير. كتاب يتحدث عن البعد النحوي أو الصرفي للقرآن الكريم. هناك كتب تتحدث عن قصص القرآن الكريم. لماذا؟ لأن المؤلف لهذا الكتاب يهتم بالبعد التاريخي. بعض الكتب تهتم بالآيات التي تتضمن أحكاما شرعية. لماذا؟ لأن المؤلف فقيه. هذا البعد من القرآن الكريم يهمه. تفاسير تهتم بالعلوم القرآنية، تذكر علما من العلوم، تركز على جانب من الجوانب. هذا التنوع في الكتب التي تكتب عن القرآن الكريم طبعا شيء حسن، كل واحد يأخذ جانبا من الآيات القرآنية، عمل حسن جدا. ولكن هذا التنوع في الكتب التي تكتب عن القرآن الكريم لعلها تنتزع منه فكرة أن القرآن هو كتاب نحو، في نفس الوقت القرآن هو كتاب صرف، في نفس الوقت جمال الآيات القرآنية هو كتاب بلاغة أو فصاحة، كتاب رسالة عملية القرآن فيه أحكام شرعية.
القرآن كتاب فلك فيه قضايا فلكية، القرآن كتاب علم نفس فيه قضايا مرتبطة بعلم النفس، كل هذه الأمور موجودة في القرآن؟ لا، القرآن لا كتاب نحو، لا كتاب صرف، لا رسالة عملية، لا كتاب فلك. القرآن كتاب دين، القرآن ليس كتابا تاريخيا، فيه قصص ولكن القرآن ليس كتابا تاريخيا. الدين ارتباط الإنسان بخالقه عز وجل، ربط الدنيا بالآخرة، دين. القرآن كتاب دين يستخدم كل الأدوات للوصول إلى هذا الهدف. لا أريد أن أقول هو هذا الهدف الوحيد، وإن كانت الآيات القرآنية قد تقول ذلك، الآن لا أريد أن أتحمل مسؤولية هذه الكلمة، ولكن القرآن كتاب دين. القرآن الكريم ذكر قصة يوسف بتفصيل، لعله أكثر من 80 آية من سورة يوسف، عن هذه القصة، قصة مفصلة إجمالا عن يوسف. لماذا ذكر القرآن قصة يوسف؟ القرآن كتاب تاريخ؟ لا، القرآن يريد أن يبين قصة مظلوم ظلم من قبل أناس عديدين، من قبل إخوانه، من قبل الحاكم، من قبل عزيز مصر، من قبل زوجة عزيز مصر، قضية عن قصة يعني عن شخص مظلوم؟ لا، لعل البعض يتصور، وهذا التصور غير صحيح، أن القصة فيها شيء من الغرام. القرآن كتاب قصص غرامية؟ أبدا. طبعا قصة يوسف بين قوسين، مع أن القصة فيها غرام، فيها شيء فساد، ولكن القرآن الكريم ذكر هذه المقاطع بروعة ما مثلها روعة، ما مثلها روعة. كيف انتقل من المرحلة السابقة إلى المرحلة اللاحقة؟ قصة الغرام، كيف انتقل عنها بسرعة كبيرة وبقمة الأدب. حقيقة هذا المقطع من سورة يوسف إعجاز، وكل القرآن إعجاز. القرآن ليس كتاب قصص غرامية. إذن قصة يوسف لماذا؟ قصة يوسف لأجل أن الله عز وجل أراد أن يفضح إخوة يوسف الذين ظلموا؟ لا، كل هذه الأمور مذكورة في سورة يوسف، ولكن ليس هذا هو الهدف. القرآن الكريم فيه أحكام شرعية، نعم فيه أحكام شرعية، ولكن القرآن ليس كتاب رسالة عملية. تريد الأحكام الشرعية رسالة عملية؟ القرآن رسالة عملية له. روعة العبارات، قوة البلاغة، إيصال المعنى، كتاب فصاحة في القمة، بلاغة في القمة، حتى يتعلم الناس البلاغة والفصاحة من القرآن الكريم؟ أبدا، ليس هذا هو الهدف. في القمة فيه بلاغة، فيه فصاحة، إعجاز من الفصاحة والبلاغة، ولكن الهدف من وراء القرآن الكريم ليست هذه القضايا. الهدف ما هو؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الهدف هذا إذا ذكرت قصة يوسف بتفصيل، الهدف وراء هذا التفصيل هذا. إذا ذكرت قصة نبي باختصار، مثلا قصة إسماعيل صادق الوعد، ذكرت قصته باختصار شديد، الهدف وراء تلك القصة وذلك الاختصار لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
إذا ذكرت أحكام شرعية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذا ذكرت أحكام شرعية، الهدف لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا ذكرت قضايا فلكية، والشمس تجري لمستقر لها بعد 1400 سنة، تأول أقل من، لعله أقل من 40 سنة، البشر اكتشف أن الشمس تسير. كانوا يعتقدون أن الشمس تدور حول الأرض، ثم اعتقدوا أن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، ثم علموا أن الشمس تسير، ليست القضية تدور، تسير الشمس تجري لمستقر لها، تذهب إلى مكان تريد أن تستقر هناك، ليست قضية دوران فقط. قضية فلكية، كتاب فلك هذا؟ لا، هذا أيضا في هذا السبيل. تريدون أن تعرفوا الهدف من وراء القرآن الكريم، اقرأوا توحيد المفضل. توحيد المفضل، طبعا توحيد المفضل كتاب لعله ما يقارب من 100 صفحة، جلسات عديدة. المفضل كان يأتي إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يبين له أشياء، الإمام يبين له من الفلك، يبين له من نفس الإنسان، يبين له من قضايا مرتبطة بالحيوانات. كل الهدف، اسم الكتاب عليه توحيد المفضل، ونعم الاسم. الهدف من وراء ذلك التوحيد، الهدف من وراء ذلك تخرج الناس من الظلمات إلى النور. نقرأ آيات قرآنية، نتوقف عند آيات قرآنية، نتعرف على معاني كلمات هذه الآيات المباركة، ولكن الهدف لا ينسى. الهدف رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يريدون بالقرآن أن يخرجونا من الظلمات إلى النور. لتخرج أنت يا رسول الله بواسطة النبي، بواسطة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بالقرآن الكريم نخرج من الظلمات إلى النور. نأتي إلى هذه السورة المباركة، سورة الحمد. فاتحة الكتاب، سبع المثاني، أسماء عديدة لهذه السورة المباركة. تعلمون هذه السورة هي أعظم سورة، ليست فقط أعظم سورة، هي ومن أسمائها أم الكتاب. اختصر القرآن الكريم في سورة الحمد. الشيء الذي الله سبحانه وتعالى بينه في القرآن الكريم، مختصر ذلك كله بينه في هذه السورة الواحدة القصيرة. تعلمون السورة القصيرة الوحيدة التي ذكرت في بداية القرآن، بداية القرآن سورة طوال، السورة القصيرة آخر القرآن لا، هذه السورة الوحيدة. لعله، أنا ما وجدت سورة أخرى، أظن هذا الحاصل صحيح، السورة الوحيدة التي تحدث القرآن الكريم عنها بعنوان أنها سورة. آيات قرآنية تحدثت عن سورة التوحيد؟ لا، هي سورة التوحيد جزء القرآن، ولكن آيات ثانية تحدثت عن سورة التوحيد، عن سورة القادر مثلا، عن سورة الكافرون، عن سورة البقر، لا ماكو. ولكن آيات قرآنية أخرى تحدثت عن سورة الحمد. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تتحدث عن اسم سورة الحمد، سبع المثاني، وهذه الآية طبعا عجيبة، يقولون هذا من ذكر العام بعد الخاص،
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم يتضمن سبعا من المثاني، يتضمن سورة الحمد. يقولون هذا من ذكر العام بعد الخاص، ولكن بعض الروايات الشريفة تبين أنه لا، القضية ليست قضية ذكر عام بعد الخاص. موازنة، سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني القرآن العظيم بقية القرآن. الله عز وجل جعل سورة الحمد في كفة حسب بعض الروايات الشريفة، وبقية القرآن في كفة ثانية. ولذا بعض العلماء كتبوا كتبا مستقلة عن سورة الحمد، وتحتاج إلى كتب. هذه السورة القصيرة، لا نريد أن نطيل القصد الاختصار في البحوث، وإلا في مجال طويل. هذه السورة، سورة الحمد، بهذا الحجم المختصر، بهذا الواقع الكبير، الله عز وجل فرض على الناس أن يقرؤوها في كل يوم على الأقل 10 مرات، صحيح أم لا؟ 17 ركعة الصلوات الفرائض، من 17 ركعة 10 ركعات واجب الإنسان يقرأ سورة الحمد، يعني على الأقل في كل يوم 10 مرات لازم تقرأ هذه السورة. وإذا صلى الإنسان صلاة الجماعة فالإمام يتحمل عن المأموم، إذن قرأت هذه السورة نيابة عني. هذه السورة العظيمة ابتدأت بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة خلاصة الخلاصة، عصارة العصارة. سورة الحمد هي خلاصة القرآن، خلاصة سورة الحمد في البسملة. هذه الكلمة المختصرة مؤلفة من كم كلمة؟ كم كلمة؟ 5 كلمات. الباء كلمة، الباء حرف، والحرف كلمة. ب اسم الله الرحمن الرحيم، 5 كلمات. في الكتابة 4 كلمات. هاي 5 كلمات أيضا ورد تعظيم هذه الكلمات الـ5 في الروايات الشريفة. خل أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة. في الحديث الشريف عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام: إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. حديث شريف آخر الكافي الشريف بسند صحيح عن عبد الله بن سنان من الثقات الأجلاء، من الفقهاء يسمونهم أصحاب الإجماع، واحد منهم عبد الله بن سنان، يقول: سألت أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، قال عليه الصلاة والسلام: الباء باسم، باسم كما تكتب باء سين ميم، لأن الهمزة تسقط. الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم مجد الله، بهاء سناء مجد. البعض روى عن الإمام عليه الصلاة والسلام: الميم ملك الله،
بقية الرواية الشريفة مرتبطة ببقية هذه الآية المباركة. آية عظيمة جدا، روايات شريفة كثيرة وردت عن هذه الآية، أنا ذكرت كشاهد، وإلا الرواية الشريفة في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم روايات كثيرة. هذه الآية المباركة المداومة عليها، الإنسان دائما ورد في الروايات الشريفة الإنسان يداوم في بداية أي عمل مهم يذكر البسملة. المداومة على هذه الآية المباركة فيها فوائد كثيرة، ناهيك عن الفوائد النفسية، ناهيك عن الثواب العظيم. من جملة الفوائد ورد في الرواية الشريفة أن الذي يستقبل ما يخاف منه بالبسملة لا يريه الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء الذي يخاف منه. شخص يذكر أمامك مرضا معينا، يقول فلان شخص مبتلى بالمرض الفلاني، أنا أخاف أن أبتلى، كيف أجابه هذا المرض الذي أخاف أن يأتيني؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل لا يريه. حرب وقعت على أمة، أخاف الحرب تأتي إلينا، كيف أجابه؟ ما يخاف منه الإنسان، حرب، حيوان مفترس، مرض، فقر، شيء يخاف الإنسان منه يستقبله بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، قبل أن أنتقل للثانية خل أقرأ لكم هذه الرواية الشريفة عن المفضل في الكافي الشريف. قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا مفضل، احتجز من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم. عبارة جدا جميلة. من آثار التعود المداومة على بسم الله الرحمن الرحيم في كل الأمور المهمة، هذا الأثر الأول، أثر دنيوي. أثر ثاني، أثر على الصراط، عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا مر المؤمن على الصراط فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يريد يمشي على الصراط، هو متعود يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طفيت لهب النيران، وتقول النيران: جزء يا مؤمن، فإن نورك قد أطفأ لهبي. بين قوسين الرواية تقول، تقول إذا مر المؤمن، هذه الكلمة المؤمن ورد معنى هذه الكلمة في رواية ثانية، رواية أخرى في قرب الإسناد للحميري رضوان الله تعالى عليه بسند يذكره عن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا حمل أهل ولايتنا على صراط يوم القيامة نادى مناد: يا نار أخمدي. هذا شيعي، ها، دير بالك. فتقول النار، نفس المعنى، فتقول النار: عجلوا فقد أطفأ نوركم لهبي. اللهم صل على محمد وآل محمد، نفس المعنى. بسم الله مال المؤمن، المؤمن هو من أهل البسمة عند الصلاة، هذا عندما يعطى كتابه بيمينه يأخذ الكتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو متعود، السيئات تمحى من هذا الكتاب لأنه ذكر هذه الآية المباركة. قبل أن نشرح بسرعة كلمات هذه الآية المباركة، يعني شنو باسم؟ يعني شنو الله؟ يعني شنو الرحمن؟ يعني شنو الرحيم؟ صارت أربعة، صارت أربعة. ملاحظة، وأختم بهذه الملاحظة حديثنا في هذه الليلة.
تفصيل هذه الكلمات إن شاء الله إلى ليلة أخرى. هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم كم مرة تكررت في سورة في القرآن الكريم؟ 114 هي 114 سورة. إحدى السور سورة البراءة ما فيها البسملة. في سورة النمل أحسنتم، في سورة النمل هناك تكرار لهذه الآية المباركة في وسط السورة بعد السور. هذا طبعا جدا جميل، هذه الآية مع أنها اقتضت الحكمة أنه في بداية سورة ما تذكر الله عز وجل عوضها في مكان ثاني ذكر، يعني بمقدار السور هذه الآية تتكرر. هذا كتاب وتشريع، وهذا الكون، البشر، الجمادات، الحيوانات، الملائكة، الجن، هذا كتاب تكوين. بين كتاب التشريع وكتاب التكوين هناك علاقة وثيقة جدا، لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل. هذه الآية المباركة تكررت 114 مرة. لماذا التكرار في القرآن وغير هذه الآية؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كم مرة تكررت في القرآن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كم مرة تكررت في القرآن؟ هذه الآية وآيات أخرى. لماذا أساسا التكرار؟ لماذا؟ هذا من الإشكالات التي يريدها أعداء القرآن على القرآن. القرآن فيه تكرار، شنو الجواب؟ جواب هذا الإشكال اقرأوا التفاسير، قد أرق بعض المفسرين، المفسرون حاروا كيف يجيبون على هذا الإشكال، البعض ضرب يمنى ويسر. طبعا بعض الأجوبة جميلة، بعضها واضح الشخص جاء يتعب نفسه وما واصل. لا علي بأجوبة تفصيلية، كلمة واحدة: التكرار قبيح؟ عيب التكرار؟ خب البشر كم عددهم؟ أكثر من 7 مليارات، والبشر هم تكرار فيه. البشر مثل بعض، كل واحد عنده أنف واحد، عنده أذنان، عنده عينان، مثل بعض مو مثل بعض، هذا تكرار. لماذا هنا مو تكرار بس في القرآن تكرار؟ لا، مثل بعض، مثل بعض تريد ما يخالف السيارات، شركة فلانية تصنع من السيارة الفلانية الموديل الفلاني اللون الفلاني بنفس اللون، آلاف نفس المواصفات نفس اللون، هناك مو تكرار، هذاك هم تكرار. لا، هذا ليس تكرارا. وجود شيء شبيه بشيء آخر هذا لا يسمى تكرارا بالضرورة. هذه السيارة تكرار لتلك السيارة؟ لا، هذه السيارة يركبها رجل تاجر، تلك السيارة مثل هذه السيارة بالضبط تركبها امرأة موظفة، هذه السيارة الشخص يريد أن يسير فيها في المدينة الكذائية، تلك السيارة في مدينة أخرى. أكو اختلاف، شكل السيارة مثل بعض، هذه السيارة بالضبط مثل تلك السيارة، ولكن الهدف من هذه السيارة شيء، الهدف من هذه السيارة شيء آخر. هذه السيارة يستفيد منها شخص، تلك السيارة يستفيد منها شخص آخر. هذا الإنسان مثل ذاك الإنسان، الشكل مثل بعض، ولكن هذا الإنسان يريد أن يملأ فراغا في هذه الدنيا، ذاك الإنسان يريد أن يملأ فراغا ثانيا. هذا اسمه حسن، ذاك اسمه قاسم، ذاك اسمه حسن علي، يعني شنو؟ يعني كل واحد يؤدي دوره في مجاله. بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن الكريم كل بسملة تؤدي دورا مختلفا عن البسملة الأخرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شكلها مثل بعض، ولكن فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد مدهمتان غير فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد آية ثانية.
شكل المعنى شكل واحد، الغرض شيء آخر، هذا ليس تكرارا. لنفرض أنه تكرار. التكرار للتأكيد طريقة عقلائية واضحة يستخدمها، لا أقول أكثر البشر، أقول كل البشر. لنفرض أصلا القضية قضية تأكيد، القضية ليست أنه هناك معاني مختلفة، لا، تأكيد لنفس المعنى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تأكيد، حتى نعرف بالتأكيد شيء عقلائي، كل العقلاء يستخدمون التأكيد. أنت عندما تريد أن توجه ابنك، كم مرة تقول له معلومة؟ يمكن 20 مرة، يمكن 50 مرة، يمكن 100 مرة بنفس الصيغة هم تذكرها. قوم صلي 50 مرة، قوم صلي كل يوم، تقول له قوم صلي بأي طريقة، قوم صلي ولا طريقة ثانية، كلمة واحدة تستخدمها في حياتك بالنسبة إلى شخص واحد 50 مرة. الهدف تربية. هذا لو لم يكن هناك اختلاف في المعنى، لو كان المعنى نفس ذلك المعنى. الله عز وجل في بداية كل سورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لنفرض ماكو معنى آخر مختلف بين البسملة في بداية سورة البقرة مع البسملة في بداية سورة الحمد، لنفرض المعنى واحد، هو المعنى ليس واحدا. لاحظوا إخواني، بعض العلماء يقولون البسملة من كل سورة جزء آية، لا شك هذا من المتفق عليه بين فقهائنا أن البسملة جزء من كل سورة باستثناء سورة البراءة، ما فيها بسملة، بقية السور البسملة جزء من كل سورة. هناك بحث بين الفقهاء أن البسملة بحد ذاتها آية كاملة أو جزء آية. في سورة الحامد لا شك أن البسملة هي آية كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، خلاص، هذه في سورة الحمد. في بقية السور البسملة جزء السورة لا شك، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه آيتان أم آية واحدة في سورة البقرة مثلا؟ بعض العلماء قالوا هذه آية واحدة، الآية الأولى من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام، المعنى أصلا شيء آخر. لنفرض المعنى ما كان شيء آخر، هو التأكيد شيء آخر، في تكرار ما في تكرار، على الأقل تأكيد، بل هناك معاني مختلفة، الشكل واحد خلي يكون شكل واحد، هذا ليس تكرارا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الشهر العظيم، ببركات المعصومين الطاهرين الذين لهم ارتباط خاص من بين المعصومين بهذا الشهر العظيم، على الأقل 3 من المعصومين لهم ارتباط خاص بهذا الشهر. من هم 3؟ إن شاء الله نذكرهم، صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم اجعل القرآن نورا في حياتنا.